بسم الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهارده نتكلم على نبات ست الحسن، ونبات ست الحسن مختلف عن ايبوميا ست الحسن. ايبوميا ست الحسن ده عباره عن نبات زينه متسلق، الورقه بتاعته خماسيه، بيكون الزهره بتاعته لونها موف على شكل البوق، تمام. وبنستعمله كنوع من انواع الاسوار، يعني متسلق على الاسوار وبيبقى شكله جميل في فصل الصيف. لكن حلقه النهارده نتكلم على نبات ست الحسن او البلادونا، او دي الاسماء الدارجه ليه، او اتروبا، ساعات بيسموه توت الشيطان، ساعات بيسموه الموت الجميل، واوقات بيسموه البتنجان المميت. دي اسامي للنبات ده. ليه النبات ده نبات سام، سواء الاوراق او الجدر او الساق، تمام. لاحظنا برضو في حاجه، ان النبات ده مستديم الخضره، شجيري. بمعنى ايه شجيري؟ ان هو طوله مثلا بيوصل من متر لمتر ونص، وبيظهر اغلب السنه، ومعمر. النبات ده سام، لكن لقوا العلماء حاجه غريبه، ان ممكن تاكل الارانب منه والحيوانات ما يحصلهاش مشكلة، يجي ياكل الإنسان يموت. وحصل تسجيل لبعض حالات الموت، إن في مثلا ناس مثلا لو كانت ساعات بيختلفوا في شكل الثمرة بتاعته، بيفتكروها توت. في ليه الثمرة بتاعته لونها أسود كده؟ أنا حتى جبت لكم صورة ليها. ده الثمرة بتاعت حلقة النهارده ست الحسن. شايف الثمره بتاعته لونها ايه؟ طبعا قبل ما تستوي بتبقى باللون الجميل الحلو ده، فبتبقى مجذبه للاطفال، لكن خلي بالكم ان هو سام جدا. ده نبات ست الحسن اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو الابوميا. شايف منظره؟ شايف الورقه بتاعته شكلها ايه؟ ده الفرق. ده الابوميا ست الحسن مش عايزينه، واحنا عايزين النبات بتاع حلقتنا النهارده، اللي هو ده، اللي هو نبات ست الحسن، اللي الثمره بتاعته لونها اسود، الورقه بالشكل الجميل ده، الثمر قبل ما تستوي بتبقى طبعا بيبقى لونها اخضر لتطرق الالوان لغايه الاحمر، وبعد كده اللون الاسود. لما طبعا اهم نقطه، انا بقول لكم نبات سام، فمش عايزين جدال في الموضوع ده، ان في ناس ماتت للاسف نتيجه عدم ادراكها للنبات ده. بساعات بيختلفوا في الثمره بتاعته زي ما انا وريتها لكم بالتوت، فقبل كده سجلوا حاله وفاه ان في انسان خد ست حبات كلهم، فبيحصل تشنج وموت فوري. كمان نيجي نقول ان من بعض الحاجات اللي كانوا بيستعملوها النبات ده زمان، كانوا بياخدوا العصاره بتاعت النبات ويدهنوا بيها رؤوس الاسهم في الحروب، عشان تبقى الرؤوس مسممه والاعداء يموتوا بسرعه. نيجي نتكلم على تكاثر النبات ده. تكاثر النبات بيكون عن طريق البذره اللي انتم شايفينها بالشكل ده قدامكم. البذره دي حجمها لونها اسود، وبيبتدي نزرعها في فصل الربيع او الخريف. دايما لما نيجي نزرع نبعد عن اشهر البرد الشديده واشهر الحر الشديده، ناخد الفصلين الحلوين اللي هو الربيع او الخريف. بنجيب التربه بتاعتنا ايا مكان التربه. طيب في حاجه لازم نوضحها، احنا هنزرع النبات ده ليه؟ اقول لكم ليه. لو انا هزرعه في الحقل، فانا بجيب نعمل مشتل صغير او نعمل قصص صغيره، بنجيب سماد عضوي، ربع كميه التربه بتاعتنا، ونقلبه كويس، وبعد كده نديله ميه لمده 3 4 ايام، ونحط البذور بتاعتنا بالمنظر ده بعمق يساوي عمق حجم البذره بالشكل ده كده، ونقفل عليها. بتنبت البذره في خلال من 7 ايام ل 10 ايام. طيب النبات الجميل ده ونحطه في مكان مشمس، عشان النبات بيحب الشمس. طيب النبات ده لازم نوضح فيه نقطة مهمة، احنا بنزرعه ليه؟ أول حاجة احنا بنزرعه ممكن نستفاد منه كمشروع. بمعنى ايه؟ ان دايما الناس متعودة على الزراعات التقليدية، بتنجان، بطاطس، كوسة، قلقاس، خيار، الكلام ده، وفي الاخر ما بقاش في عائد مادي كبير، في حين ان شركات الأدوية وشركات العقاقير بتدور على المزارعين اللي يزرعوا النباتات المفيدة ليهم. فأنا دلوقتي بعمل حاجة، أنا عندي حتة أرض، أنا عندي مكان في المنزل مثلا مناسب كبير، مثلا نقول 100 متر مربع ولا حاجة، فبروح باخد عينة التربة، عينة من التربة بتاعتي، باخد عينة من المية اللي أنا بروي بيها، وبروح لأي مركز
تحليل، بقول له والله انا عايز اعرف تحليل التربه وتحليل الميه كامل بالعناصر اللي فيه، وباخد الحاجات دي وبدور على النت على الشركات اللي بتستورد او بتاخد المنتجات النباتيه. السلام عليكم، والله انا عندي عزر، عندي ارض مساحتها كذا في كذا وعايز ازرعها نبات ست الحسن، تشتري مني؟ اقول لك والله انا اخد منك المجموع الجذري بكذا، اخد منك المجموع الجذري والخضر بكذا، تمام؟ بتتفق معاه وبتبتدي تروح تمسك الارض بتاعتك بتزرعها، وبيبقى هو في اشراف منه، بيكون عندك مشروع اقتصادي جميل جدا ومربح. الموضوع ده متوفر جدا على مستوى العالم، لكن للاسف في وطننا العربي مفيش حد بيدور على المصلحه الشخصيه ليه او المصلحه العامه، لا هو متعود على الزراعات التقليديه. طيب النبات الجميل الحلو ده احنا بنقول بيتكاثر بالبذره، مفيش اي مشكله فيه، البذره بتاعته متوفره عند العطارين والعشابين بسهوله ويسر، وزي ما احنا قلنا البذره بتنبت في خلال من اسبوع ل 10 ايام، بعد كده بزرعها بين النبات والنبات 50 سم وما بين الخط والخط متر. تمام؟ فاحنا ممكن لو عندنا مساحات صغيره نطلع منها كميه من النباتات الكبيره. النبات معمر، فانا ممكن اجمعه كل فتره حسب برضه، يعني مثلا الجذور ببتدي اجمعها بعد سنه، يبقى خلاص الجذور بتاعتي حجمها كبير ومناسب واقدر اطلع منها. عندي مجموع الخضر النبات ممكن احشه او اقصه على ارتفاع مثلا 20 سم ولا حاجه، وبعد كده بورده للشركه او المكان اللي هم عايزين مني النبات. النبات مفيد، التربه بيكون في جميع انواع التربه بما فيها الارض الجيريه، فدي برضو نبات مقاوم، بيتحمل درجات الحراره من اول 10 درجه مئوي لغايه 50 درجه مئوي، فهو مناسب لزراعته على مستوى الوطن العربي، طبعا ما عدا المناطق اللي فيها تلج في فصل الشتاء، ان هو مش هيتحمل التلج، فهو من 10 درجه مئوي الى 50 درجه مئوي، فيتحمل المناطق اللي فيها الحراره، بيتحمل نوعا ما العطش، نوعا ما مش عطش مستمر. طيب الملوحه بيتحمل برضه الملوحه البسيطه لغايه مثلا حوالي من 2000 ونص ل 3000 بي بي ام، يبقى احنا كده لقينا عندنا نبات جميل، نبات بيتحمل ظروف اسيا، نبات موطنه الاصلي اللي هي منطقه الخليج العربي ومنطقه شمال افريقيا زي مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وجزر القمر وموريتانيا، فالمناطق دي كلها حلوه، ينفع برضه معانا في السودان، فنبات شجيري جميل جدا فوائده الكبيره. الضوء بيحب الاضاءه، يعني بيحب ضوء الشمس، اقل كميه ضوء 5 ساعات في الشمس، فهو نبات مشمس، بيحب النبات الشمس المباشره، ليه؟ ان عنده لقوا ان كل ما يكون الشمس قويه وطويله في الوقت على النبات بيدينا مجموع زهري كبير، بالتالي بيدينا مجموع ثمري كتير. عندك التسميد مش محتاجين منه حاجه الا ان انت في الشتاء بتديله سماد عضوي، وبقيه العام لو انت هتزرع عليه شركات الادويه فطبعا بيكونوا محددين قوي للعناصر الكيماويه، ففي الحاله ديت ممكن انت تسمد كل شهر بشيء كومبوست زي ما ذكرنا في حلقته في القناه، او حلقه الخميره والعسل برضه نستفاد منه على مدار العام مثلا كل اسبوعين، كل اسبوع، كل شهر، مفيش اي مشكله، دي اسمده طبيعيه. ممكن نستعمل كمان الهيوميك اسيد، مفيش اي مشكله فيه. فاحنا دلوقتي عندنا السماد العضوي في الشتاء، وبقيه العام ممكن نستعمل شاي الكومبوست او الهيوميك اسيد او الخميره والعسل، مفيش اي مشكله. والله انا مش هصدر الحاجات دي وعايز ازرعه كنبات زينه، ففي الحاله دي بحط سماد ان بي كي. طيب ده بالنسبه للتسميد. الري ذكرناه في الحلقه رقم 204 ازاي نيله بالتفصيل، على حسب نوع التربه اللي عندك، على حسب طبيعه الجو، في رياح ولا لا، طبعا لو في حراره عاليه وفي رياح لازم اروي كل فترات متقاربه، على حسب برضه التربه اذا كانت طينيه ولا رمليه ولا صفراء، التربه الطينيه بتاخد ميه قليله على فترات متباعده، التربه الرمليه بتاخد ميه كتير على فترات متقاربه عشان النفاذيه بتاعتها كبيره. دي الحاجات للنبات. طيب النبات سام لكن في نفس الوقت بيتصاب بالامراض الحشريه زي صناعات الانفاق، زي التريبس، زي الذبابه البيضاء، جميع الامراض الحشريه في الحاله دي من رش بالمبيدات الحشريه المحافظه على البيئه. في دلوقتي طلع في الاسواق عندنا اللي هو مبيدات الصحه العامه،
بمعنى ايه؟ ان المبيد موجود لكن الماده الفعاله بتكون نسبتها قليله، او بيستعملوا مستخلصات نباتات طارده للحشرات. المستخلصات دي بيطلعوها المصانع مش الانسان، ان لازم يكون في اجهزه طرد مركزي واجهزه كبيره عشان تاخد المستخلصات اللي بتبقى موجوده في النبات، زي نبات النيم او نبات الثوم او الخردل او نباتات كتيره، بيكون مثلا من التبغ بيطلعوا من نبات التبغ برضه مواد فعاله بيبقى بيستعملوها في رش الحشرات. فدي اسمها مبيدات الصحه العامه، ودي بتبقى غاليه شويه. لكن كمان حاجه لاحظتها ان هي بتبقى مش فعاله قوي على الحشرات، بتبقى عايزه دايما الاماكن المحكمه الرعايه والتنظيف الكويس ليها من الحشائش من الحاجات دي كلها. بالنسبه للامراض الفطريه ما بيجيش الا زياده الري، بيحصل امراض الذبول والعفن. وفي الحاله ديت لازم لما اجي احرث الارض عندي او المكان عندي لازم احط مبيدات فطريه عشان عفن التربه، في نفس الوقت ما اكترش الميه عشان ما يحصلش عفن للتربه بتاعتي. نقطة مهمة جدا جدا، النبات ده سام، زي ما انا وريتكم الثمرة بتاعته ملفتة لنظر الاطفال، فمحدش يقرب من الاطفال. يعني لو طفل عنده اقل من 5 سنين وكل ثمرة واحدة بيموت. الاطفال برضو لما يلعبوا بالنبات قريب منه بيحصل لهم تهيج في الجفون بتاعتهم، وتلاقي العين ورمت وتحمر، وممكن يحصل مشاكل كتيره جدا. ممكن تلاقي الطفل حصل له تشنجات وجفاف في بقه، وتلاقي له زي الناس كده ربنا يشفي الجميع اللي بيبقى عندهم الصرع، فبتلاقي الطفل مره واحده حصل له تشنجات وممكن يموت فيها لو مثلا عمره من 5 ل10 سنين. فلازم نكون حذرين قوي من نبات ست الحسن، لو لقيناه عرفناه لازم نكون حذرين بيه. في نقطة أحب أنوه ليها، إن في بعض النباتات السامة اللي إحنا ذكرناها في القناة زي الأدينيوم، زي عين العفريت، زي حلقة التفلة، النهاردة حلقة ست الحسن، في نبات برضو التطورة، إن لقيت في ناس بتبيعه على أساس إن هو من النباتات الزينة الجميلة اللي ليه ظاهرة بقى شكل ومنظر وجمال، وده نبات مخدر. لازم نبقى ننوه ونقول محدش يتعاطف ومحدش يتفلسف ان احنا نزرع نباتات عندنا في البيت او نقتني بعض النباتات اللي بيبقى فيها خطورة على الاطفال وعلى المجتمع. بمعنى ايه؟ ان النباتات دي وجودها خطر. لو انا انسان سوي فانا ما اضمنش لا ولادي ولا اضمن الناس اللي بيجولي ولا اضمن اللي حواليا، ممكن حد ياخد من النبات اوراق ولا كذا، وممكن يقول لك انا ادخل معاك مسابقه زي دلوقتي في بعض الشباب الطايش اللي بيدخل في مسابقات مع زمايله، وفي الاخر بنلاقي المستشفيات بيجي لها حالات مستعصيه من تشنجات وممكن موت. زي مثلا لما جيت عملت حلقه عين العفريت لقيت في ناس تدخل تقول لك لا احنا ممكن ناكله واحنا ممكن نستعمله والكلام ده كله، وده غلط. النباتات السامه انا بعرضها في القناه عشان يبقى عندكم خلفيه بيها، الفرق ما بين نبات ست الحسن ونبات أوبوميا ست الحسن. لازم نعرف الفرق بين النبات ده والنبات ده، وان شاء الله اعمل لكم حلقه عن النبات أوبوميا ست الحسن ونقول مميزاته ونقول عيوبه. لكن حلقتنا النهارده عن نبات ست الحسن او البتنجان المميت او الموت الجميل، اسمه الموت الجميل النبات ده، ومعروف على مستوى العالم، فلازم نكون حذرين بيه. رجاء تكون حلقه النهارده حلقه مفيده للمجتمع العربي، وعرفنا نبات متوفر وموجود وممكن نستغله كمشروع اقتصادي نورطه لشركات العقاقير والادويه. تحياتي لكم جميعا ومع الف سلامه.